اهلا وسهلا ومرحبا بكم اخواتي واخوتي وولادي وبناتي في قناتكم قناه يوميات بسمه، وما شاء الله يا ربي تكونوا كامل لاباس وبخير. بارك الله فيكم على تعليقاتكم في الفيديو السابق، على الجمال تاعكم، على كل شيء، على المشاهدات. ما شاء الله ربي يحفظكم ويبارك لي فيكم. ورانا مكملين الجوله تاعنا في بورسي كما تشوفوا هنا. هذا اكل تاع مسيرته، هذه الدجاجه اللي تجي مشويه على الجمر 120,000، باش كاين يحبوا يسقسيوا على السومه كامل. هذه على الجمر جبن تاع احسن من هذيك اللي مشويه نيشان. واكل تاع سيرده كما الاكل تاعنا حنا الغرب كامل تقريبا، طيب كيف كيف. شكشوكه فيها خضر وبصل كامل يجي بنين ما شاء الله. شاهدكم في الجنه حبيباتي. ومازال كل مره انا نصور لكم في مطعم باش تشوفوا هنا كي دايرين المطاعم تاع بورسي ما شاء الله، تقريبا كما عندنا هنا في وهران كما في بورسي. وهنا الجوله في الليل، نروحوا للبور تشوفوا كي داير الاجواء. ما شاء الله الناس ناشطين فرحانين كامل، الله يبارك ربي يفرحكم جميعا. نزيدو كملوا معايا كيما راكم، ما تنساوناش الجيم اللي دخلتوا جداد مرحبا بكم، ما تنساوناش الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم بعد الجديد. ربي يوفقكم ويفرحكم ويفرحكم بولادكم يا ربي، ينجح ولاد المسلمين اجمعين يا رب العالمين. ربي يشفي مرضانا ويرحم امواتنا ما نساوهمش. هنا نروح لنا البور تشوفوا في الليل ما شاء الله كاين ماناج البزوز يلعبوا الصغار، اللي يحب يقعد في هذا الحجر هنا يجمع هكا الهواء بارد ما شاء الله. اللي يحب يجمع، اللي يحب يتمشى يمشي رجليه ثاني ما شاء الله، خاصة مور اللي نتعشاو ماذا بينا نتمشاو ما نقعدوش قاعدين باش الماكلة تنهضم. وهكا الجو بارد هاي بارك. وبالنسبة لي دخلوا كتبوا لي كومونتير باللي راكم ناسين غزة وراكم تحوسوا كامل. الحياة تستمر، غزة في قلوبنا، انا ندعيو لله اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم انصر اخواننا في فلسطين، انا ندعيو لهم في صلاتنا في قلوبنا. وكان جاو قدامنا ماذا بينا نعاونو ابو عاد شنديرو هادينا نخرجو كيما نتوما كنتا تشربو ولا تخرجو ولا تقضو حوايجكم عادي عادي، هادي هي الحياة. الله يهديكم وخلاص. والله حنا مناش نديرو حاجة حرام، ولا حنا نحوسو في المعقول ماشي حاجة كبيرة. ولا غادي نخرج انا من داري نجبر هاد المناظر كيما هكا، نشوفو البور ونشوف من داري من في وهران بلا ما نجي حتى لبورسي. وبالنسبة لي شكروني وقالوا لي في الفيديو السابق فكرتينا بعاشورة وبالصيام وكامل، هذه هي طبيعة الحياة، لازم نحوسو ووقت العبادة عبادة، ما نساوش صلاتنا في كل وقت نصليوها ما نأخروهاش، ووقت الصيام نصوموه، وقت نحبو نفرحو نفرحو في المعقول ما شاء الله. هكا رانا نتمشاو المرأة مع الزوج تاعها وولادها وكامل، ربي حلل حلل اي حاجه في الحلال في الحلال. المهم تكون المراه مستوره تعوم بحال ملابس مستور. هنا وين يدخلوا منا يدخلوا تاع المعناش، واللي يحبوا يدوروا في البوليس يمشيو مع هاد الجهه منا. وهنا نتفكروا سوفينير تاع الايامات اللي فاتوا، هنا كنا نجيو ناكلوا لي كلاص وهذوك الحوايج. كانت بسمه صغيره كتلعب في المعناش، اليوم صايمه يش تلعب، تلعب هي في المعناش تاع مستغانه ولا تاع وهران هذاك تاع بابور ولا حاجه كبيره، ماشي هادو تاع بزوز الصغار. هذا ربي يفرحكم بولادكم يا ربي ويفرح ولادكم تاني يا رب. وحنا جمعنا في الحجر هكا في البور نتأملوا وصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ما تنساوش صلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هدي لكم باي باي ونتأملوا في خلق الله. هنا وين يصيدوا، شوفوا البابورات هذو الصباح يصبحوا يصيدوا ما شاء الله. هادي من جهة الظهر يعني نشوف في المعناج البزوزام يلعبوا، خاصة كاين اللي قراو العام كامل هما يقراو، والديهم يجيبوهم يلعبوا يفوجوا شوية يفرحوا، ماشي لازم يقرايا يدار الموتاني عندهم حقوق البزوز الصغار. حنا نقعدو شوية ومن بعد نطلعو للدار نريحو ندوشو، دايما لازم مور هداك التعب والماء والمالح وكامل لازم ندوشو ونريحو. وغدوة الصباح نزيد نكملو نهار، متشوفو شي مطيب شنو ندير تما، ونشوفو الدار ورانا ساكنين.
ما شاء الله والله أجواء رائعة. المهم بدلوا الجو خلاص، هذا ما كان والله. الحمد لله نعمة، الله محفظها من الزوال، ربي يفرح كل شيء، ولاد المسلمين ولاد بنات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. أنا بلاصة كتعجبني، نحب كنصور لكم تشوفوا أي بلاصة تعجبني أنا، حتى نتوما تكونوا معايا. والله ربي يفرح أخواتي، خاصة راهم يدخلوا من المغرب، فرحوا بالفيديو اللي درتو نتاع الحدود الجزائرية المغربية كامل. قالوا لي خاوة خاوة، ما بيناتنا عداوة، ما شاء الله احنا ما بيناتنا حتى شي حاجة، ربي يخليكم ليا. وانا المتتبعة تاعي اغلبية مغربيات ما شاء الله ومصريات تاني، مرحبا بكم، وخاصة كي المصريات يفهموا هضرتي نعمة ما شاء الله. هنا وحنا نزيد نكملوا شوية، نتمشاو شوية في شوارع بورسي، وهنا داخلين للدار. كنوصلوا للدار نحسوا بحس السخانه، بصح كي تحلوا التيق ما شاء الله عند برد الحال، بلا كليماتيزور ما تحتاجوش تبردوا في اللي تحبوا تغطوا بالكوفيرتا. شو النقاوه ما شاء الله الديار كاع شابين. دوك نبعث نوري لكم فيديوهات المقبلين ان شاء الله، الديار تاع الكراو كامل. هنا درت فطيره كما تشوفوا هكا صغيره، مع واحد ما كاش بزاف بصح طيبت، هذه خبز على الخساس هكا صغيره مليحه مع القهوه الصباح. درتها بالسميد الرطب وبس استب شويه تاع الزيت. وهنا راني دايره اللحم، نقطعه شويه شويه باش يطيب لي، هنا ما كان لا كوكوط لا والو، باش نقليوه للفطور باش يطيب غايه. ندير وصفات خفاف ظراف، ومانيش حاب نطول عليكم فيديوهات باش تقدروا تفرجوهم، ونزيد نكمل معاكم حبيباتي في فيديوهات مقبلين ان شاء الله. وهنا كنت دايره قهوه مع هذيك الفطيره، تجي روعه ما شاء الله. دوك نخرجوا للبالكو للطاقه، الطاقه انا نحب نرقب، ديروش عاك الفرن والمسخ، ومن بعد نعطيه حكامتين نردوه جديد. هنا كنت نقلي في هذاك اللحم على نار هاديه بالعقل حتى يطيب، وانا ما نديرش الملح في الاول حتى الاخير حتى يطيبوا كامل، نرشوا شويه تاع الملح. وهنا كنت قاصه الخضره باش نزيد نديرو شكشوكه تاع فلفل، فلفل خضر مع الجواد الحار كما تشوفوا هكا. هنا نركب لبرا مناظر خلابة ما شاء الله، والبحر يبان من تما، الصورة ما يجي لكم نيشان. على بالي خاصني بورطاب شباب باش نولي كي نصور تشوفوا المنظر اللي راني شايفاتو انا، مستحيل بورطاب ولا الصورة ولا اي كاميرا تجيب مشهد هكا كما تكون تشوفوه في الطبيعة. اجواء رائعة، البحر يبان من تما، الغابة تحبوا تهودوا من تما تاني كاين غابة رائعة هكا، مناظر خلابة سكات. حنا توالفنا ضجيج في المدينة، نحبوها كسكات شوية. بدلوا الجو شوية وما شاء الله دايما نكونوا منظمين وقتنا في البحر ولا في ديارنا، دايما الصباح نوضو نديرو قهوتنا، تمتم نرميو الفطور نقو الديار، الدار تاني كنكون كارينا، ماشي لازم نخليوها متوسخ ولا تكون جديدة، نخليوها جديدة. وجدوا داك لاتاي تاعنا نديروه في الدير، مو حوايجنا باش كنهودو البحر يكون كلشي واجد، كلشي واجد مزدف، مبقاوش نشريو لاتاي بالغلا. هنا طيبت، راني شابحه كاس تاع لاتاي قبل ما نروح، نتبع الى الفيديو القادم ان شاء الله، استودعكم الله.